السلام عليكم، احنا هنا في الليس. المهم بدأنا نصطاد الجزيرة كده اللي هما بيقولوا عليها دي، وكذا واحد كان بعتلي نفس اللوكيشن تقريبا، هو ده المتعارف عليه في المكان يعني. بس المكان ممنوع انت وحظك يعني، حسب حرس الحدود طلعوا السيد. احنا قبل ما ننزل المية طلعونا الناس اللي كانت جوه كلها طلعت، فطبعا كده من الأول بسم الله الرحمن الرحيم يعني. فجينا بقى بنستكشف الكورنيش، عمالين نمشي ندور زي ما انتم شايفين كده في الخلفية، الأماكن كلها شكلا ضعيفة وكده، بس ادينا بنجرب بقى عشان المشوار ده، نحلل المشوار، بنجرب ضفاير، نجرب أي حاجة، عايزين نطلع أي سمك، نعمل لكم فيديو يعني تعيشوا معانا الأجواء. فحاليا أنا عملت كده الليدر بتاعي عادي خالص، ومش هحط تقال خالص، وعملت فيرة سنين صغار، هجرب بقى جمبري واجرب سلماني وارمي على حرف الكسارة، اشوف الامور ايه مع بعض كده، وهنشوف الامور ماشيه ازاي. المره دي طبعا انا ما نسيتش الطعوم، جبت الطعوم بس مش مكان نصطاد فيه بقى، اكسب. فده الجمبري انا كنت مقطعه في البيت قبل ما اجي عشان خاطر اصطاد بيه على طول، مقطعه قطع ماشي، بيضرب عليه الشعور بقى، بيضرب عليه بياض، بيضرب عليه اي حاجه، هو بيحب الجمبري. فده السن بتاعي ده 9 صيني. انا كل اللي هعمل هشكها بس كده، نجرب مع بعض كده، ارمي على حرف الكسارة ونشوف الامور ماشية ازاي. طبعا كده زي ما انتم شايفين اهو، بدون تقال خالص يعني، انا هعتمد على وزن الطعم في الرمي، فهرمي على حرف الكسار على طول، اشوف الامور ماشيه ازاي، لان انا رميت بطفيره بعيد شويه، 3 سنون سلماني ولا اي شيء، وزميلي رمى بطفيره برضو بعيد حوالي 4 سنون جمبري ولا اي شيء. فانا هفترض ان السمك شايف الطعم، ان الشمس طالعه والارض تحت والميه هاديه، فهو شايف كده الطعم، فهشتغل له بقى بدون تقال خالص واجرب كده. طبعا انا ايه مديها الحريه انها تنزل راحة، ومتابع بحيث ما توصلش للكساره وتسخر منها، في نفس الوقت متابع الخيط بتاعي كلت ولا ما كلتش. شايف انا بتاكل معايا، هنتظر اول ما احس ان الخيط سحب، بس ان السمك خدت الطعم فعلا ومشى، هبدا انا اشك. خديتها ومشيت بس سخرت. كده قطعنا اول سنين، نجرب بقى مره تانية. دلوقتي انا قطعت، كنت عامل الخيط 28 مللي سنين بدون رصاص، رميت تحت، السمكة كلت فعلا بس دخلت على الكسارة. طيب انا كده عايز ايه؟ هحط تقال صغير بحيث لما ارمي تنزل قبل الكسارة، ما تمشيش مع التيار تخش على الكسارة، وهعمل بدل سنين هعمل سن واحد. انا حاليا بعمل، انا بفكر معاكم بصوت عالي، بجرب لحد ما اشوف ايه اللي هيمشي. فهخلي الطرف ده حوالي 1.5 متر واعمله سن واحد، واعمل رصاصة صغيرة هوريكم. السن 9 صيني، ربطنا السن، انا كده هعمل خيه العادية، سن واحد بخيه ايه عادي. ادي المشبك بتاعي شبكت فيه السن الواحد، حلو، وهحط التقال منفصل بخيط لوحده. ليه؟ عشان لو سخر ومعايا سمك اعرف اطلعها. ادي التقال، وادي الخيط اللي هعمل بيه التقال، 18 مللي. تربط التقال اي ربطه انت عارفها،
طبعا كل ده احنا بنعمل خيط منفصل، وهعمل ليه خيط، الخيه اللي هي الحلقه يعني هتبان لكم دلوقتي. ماشي، هيبقى ده خيه، شيل الزياده هيبقى بالشكل ده، وهاجي ادخله فين؟ احط في المشبك عادي. بقى الشكل عندي كده. طيب ده لو سخر ده خد 18 مللي، ده عندي 60 وده عندي 28، يبقى ده اضعف حته هيقطع مني، يروح الرصاص مش مشكله، تقال مش مشكله، المهم عندي لو معايا سمكه تطلع. هنجرب ونشوف. هغير الطعم، انا حاليا جربت جمبري كلت معايا، بس انا شايف ان ممكن لو حطيت شريحه شدب ان هتاكل احسن، فهجرب شريحه شدب رفيعه واشوف هتعمل معايا ايه. ده كده الشدب، شدبه معروفه، الفم الصغير، العين الكبيرة مختلفة عن الباب. هناخد منها شرايح ونجرب. طلعنا احنا شريحة اللحم جهتين، اجي بقى اقصها حتت رفيعة وطويلة. الجهة الواحدة كده عملت لي ثلاث شرايح زي كده. انا هرمي بقى واجرب اشوف. انا كده طولت الطعمة، حطيت شدد، عملت سن واحد، خليته متر وشوية، حوالي متر وجيه، ورصاصة صغيرة، وهشوف السمكة هتاكل وهي مش خايفة ولا برضه لسه خايفة. يبقى كده زي ما قلنا الرصاصة اهي، وانا طعمت اهو، هنرمي بقى نشوف. تقريبا كده المدور هو اللي شبك مش الرصاص. هي كانت برضه بس يعني عذاب كده. الرصاصه قطعت فعلا، بس كمان السن قطع، ودي تاني سنين. لا سن واحد كده، كده دي تالت سن. خلينا هنجرب مرة كده. حطينا كتجربة بعد كده، مش عارف رقم كام ديت، جربنا كتير نفس الموضوع، تقال سن، بس حطيت اخطبوط وهرمي ابعد شوية. رميت بعيد، رميت بعيد وخدت يمين شوية، يمكن الجهة اليسار دي تكون فيها كسارة عالية، لأن طبعا المكان جديد علينا. عمالين نجرب. أخيرا سمكة. احنا بقى ممكن نغني والله وعملوها الرجال. هنجيبنا سمكة جايين من جدة الليس نطلع الأخطبوط زي ما هو. حبار حبار حبار. انا رميت عليه اهو، خد ده بقى بركه الحبار. بسرعه بسرعه بسرعه. هذا ياكلون يا باشا؟ ها؟ حبار جميل. الرمية الثانية اهي، نفس الموضوع، اخطبوط.
جزيرة هوا الثانية بعد ما كانوا مشهورة منها. هنصطاد دي جمبري زي الضفيرة ثلاث صور باينة هنجرب مع بعض. نفس التقطيع بتاعنا بتاع السلماني باين قدامكم التقطيع العادي. الله عليك الله عليك وحش الوحوش. ما شاء الله يعني حتة بتاع كيلو اهي. ما شاء الله اطلع على الشيل على ايدك كده عشان تبان. اطلع على ايدك كده. ما شاء الله يعني. الله عليك يا عم اسلام. ارفع يا ريس. سمي الله بقى. سمي الله. ايه يا باشا الحركات الجامده دي؟ ايه ده خلصت الشعاب المرجانيه يا باشا؟ ولا حد عمره هيقدر يعمل صخور اكبر من دي. ده انت هتاخد رقم قياسي جديد. الله عليك الله عليك. على مهلك ما ترفعش على الوش جامد. اسحب على الجنب. ما شاء الله بسم الله ما شاء الله. وحش وحش على الشيء ده هيقطع الخيط. يقطع الخيط ما شاء الله ما شاء الله. تأكل نصك والله بس ابوك عليك شيء عليك. ايوه يا ريس اهو شعور. انت معاك ايه؟ ناقم دنيس حفار. حفار حفار اي اسم يعجبكم يعني نفس السمك. حفار اي حاجه. يلا يا ريس. جمبري انت جمبري؟ جمبري. جمبري. ومعانا الكابتن مالك بيسحب قرموطه يا جدعان. الله عليك. ايه ده يا عم الشغل الجامد ده؟ بس ستوب ستوب. السمكة دي والله انا فاكرها اسمها ايه. هي بتبقى طعمة كده عينيها حلوة كده. الله عليك الله عليك يا سيدي على الاحجام الحلوة دي. فرق الحاجة. على الارض سايب سايب خيط سايب خيط عشان المكنه اللي اصلا افتح المكنه. بس امسك
هنجيله قد ايه تقريبا؟ ان شاء الله. طعم جمبري؟ الله الله، حلو يا حلو. ها اول يوم صيد الراجل ده يا جماعه، اول يوم صيد تاني سمك وتاني سمك تاني سمك. يلا رزق واسع، اول يوم صيد وتاني سمك، مبروك عليك يا باشا. اطلع بيه اطلع بيه. ايه ده يا هندسه معاك؟ ايه يا ريس؟ سمكه ضخمه جدا، سمكه ضخمه جدا. طب استنى ما اشيل معاك. طيب 8 كيلو ونص. اللهم صل على محمد. بتوزن بايه؟ الله عليك، اطلع بيه. ايه السهلبازات دي؟ ايه الحركات البهلوانيه دي؟ طيب يا لو عملت على الصخر. ما شاء الله تبارك الله، نحن نختلف عن الآخرين. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. الله ما شاء الله. طعم ايه؟ جمبري. طب الوزن تقريبا؟ لا لا زيادة، خش بالنص. لا خش بالنص كده. يلا مبروك عليك. يلا كده يسموك الشبح كده. حلو الحجم ده ما شاء الله. في ده هو في منه كام واحدة؟ ثلاث حبات. يلا يا ريس مبروك عليك. ها بالراحة امسك. الله 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 الله، اطلع بيه اطلع بيه يا معلم. حلوة حتة رباعية اهي. آه ما شاء الله، دي الحصيلة في البيت اهي. حاجة ما شاء الله، يعني احجام حلوة. يعني كام كيلو هم حلوين؟